السلام عليكم. عندنا المنزل ما شاء الله تبارك الرحمن، موتر اخونا صالح اليامي من نجران، وبنشتغل عليه ان شاء الله مشروع محرك 6 لتر زائد جير اوتوماتيك فرن 60 حاليا، عليه ماكينه 454 جير اوتوماتيك حجم 400، هذا قبل الشغل. تركيب وصلات شكمان أمامية جديد، الدبات والوصلات الخلفية جديدة اللي عليه، وتشغيل التوانك نظام 87، تركيب قسام جديد، دقمة قسام، تفصيل ظفيرة قسام جديدة. الله يسر الأمور. تم تنزيل الماكينة والجير. نزلنا ماكينة جيره، فكينا فلاشة المكيف، رديت المكيف للتنظيف، انت شايفين، وهذه ماكينته 400، وهذا جيره، بإذن الله قبل لا تركب الماكينة والجيره الجديد نبي نغسل له صدر الغمارة والرفارف الداخلية والشاص، هذا قبل الغسيل، بعد ما نغسل صدر الغمارة والرفارف الداخلية راح أصور لكم إن شاء الله. بعد ما غسلنا صدر الغمارة رفارف الداخلية حجمها 6 لتر زائد جير اوتوماتيك فور ال 60، هذه ماكينة بعد ما جهزناها بالكامل زي ما انتم شايفين، راح تركب على السيارة كاملة هي وجير، هذه ماكينة جاهزة، هذه كفوف كراسي حقات نفس الموت على كراسي وكار. تم تجهيز ظهيرة الماكينة جاهزة للتركيب إن شاء الله، تركيب عوادم جديدة مثل ما أنتم شايفين ما شاء الله، وهذه ظهيرة القسام، تفصيل أسلاك جديدة كلها إيطالي مع أفياش كل عوامة وطرمبة يمين ويسار، فيش ياباني جبنا له دقمة قسام 87، قسام بنزين 87، وهذا ظفيرة مراوح اسلاك نلبسها الحين عازل، فياس جديدة، اسلاك ايطالي، كتوتات ياباني. السلام عليكم. وعليكم السلام. مراوح بعد ما ركبنا العوازل الحين بنطبقها على السيارة إن شاء الله. تم تجهيز المحرك 6 لتر زائد الجير اوتوماتيك فرق 60 على نفس كراسي الوكالة الماكينة، هذا كرسي جهة اليسار، وبصور لكم جهة اليمين إن شاء الله إنه يكون واضح مثل ما أنتم شايفين. نظفنا دائرة المكيف بالكامل، الثلاجة والراديتر، ركبنا له كمبرسر سيزو 7 بيستن، كبسنا ليات المكيف، كبسنا ليات البنزين، ركبنا له على الشوطة حق الجمس 2006، راديتر موديل جديد، مراوح موديل جديد، هذه الضفيرة المختصرة اللي من عندنا اللي ركبناها، هذا موقع الكمبيوتر واتب. ركبنا له سلك بوادي جديد، بوادي، وهذا البوكس حق الجيمس 2006 كله كبس، والحام رصاص وحوافي ما شاء الله، وهذا الثياب البطارية الأصلية حقت الجيمس 2006. الحين بصور لكم الشكمانات من تحت، هذا الشكمانات اللي عليه حاليا، هذه جهة اليسار، هذه جهة اليمين،
هذه الشيكولات اللي من عندنا الجديدة وصلات إلى ميمون. الدبات اللي عليها صاحبها مركبها جديدة، دبات والوصلات الخلفية، هذا ركبناها قسام 87، هذا تسليق ظهير في قسام ما شاء الله. راكب على ظهير كلبسات حقت الوكالة اللي رايحة، ضع التفريزات داخل ما شاء الله. هذا الكرسي من تحت جهة اليمين حق المكينة، هذا اليسار ما شاء الله. هذا كرسي الجير حق بلاده، على نفس عصاف الجير حق الوكاله بعد. الحين بصور لكم الشكوانات الجديده بعد ما ركبناهن. هذه جهه اليسار ما شاء الله، وهذه جهه اليمين. عندنا موتر فم صالح، عندنا ذيات البنزين حقات التعبيه خربانه، حقات ماء. شوف كيف صايرة، شوف من داخل. هذه جهة اليمين برهنا من عندنا، هذه جهة اليسار كناها بعد نفس الطريقة فيها تهريب. شوف كيف صايرة بعد ما ركبنا الليات اللي من عندنا، راح أصور لك. ركبنا لي البنزين جهة اليمين، صور لكم جهة اليسار. نبي نشغل العداد حق السرعة، الموتر ركبناه مكينة 2006 وجير 2006. هذا عداد أول، طلعتنا العداد الأول، هذا العداد الأول حق الموتر. يجيك سلك عادي حق السرعة، وهذا حق الموديل 91، يجيك تروني العداد حق السرعة. هذا العداد كله راح نركبه من عندنا إن شاء الله. لفه يا ماجد، شوف هذا حق العداد، يجيك تروني. بعد ما نركبه إن شاء الله راح نصور لكم، نطلع على الموتر نصور لكم العداد شغال. راح نشتغل عليه على الكهرب على نفس الفيش حق بلاده، ما في قص، نعدل عليه بإذن الله. نعدل على الفيش ويشتغل العداد كأنه وكالة. الآن بنجرب لكم العداد الإلكتروني 91 على محركات موديل جديد مكينة وكيل عن طريق البرنامج الجارمن. بسم الله. الكمبيوتر موديل جديد، احنا نعدل عليه عن طريق الكمبيوتر. تجربة التسارع من الصفر، بسم الله.
تم الانتهاء من الموتر اخونا صالح اليام وجاهز للتسليم ان شاء الله. اشتغلنا على موتره مشروع محرك 6 لتر زائد جير كوماتيك 4L60، هذا بعد ما انتهينا من الشغل. هذا فك التبريد. ركبنا كمبرس الفيزي 7 دستن مع تنبيه جار المكيف بالكامل، 5 سيارات جديد. اذكر الله يا الربع، هذا تبريد المكيف الموتر واقف ما شاء الله. ركبنا على قربة راديتر جيل جديد على الشوت حق توجيه 6 سنة. ركبنا له راديتر من جيل جديد، مراوح من جيل جديد، شريت بواجي جديدة، بواجي تنظيف بقاقات، غسيل سلندر على الجهاز مع تعبئة ماء راديتر أصلي. وهذا الصاجر تفصيل كرات النجاح وعليها شعار النجاح. هذا موقع الكمبيوتر على البوكس حق الجيمس 2004-2005. وهذا الثياب البطارية حقات الجيمس 2006 بعد. وصلنا وظيفية مراوح جديدة وشغالة سرعتين على نظام الكمبيوتر. شغلنا التوانك نظام 87، فصلنا ظهيرة جديدة وقسام ودقمة قسام جديدة، وركبنا وصلات شكمان أمامية جديد من عندنا. هذه عداداته كلها شغالة، الدينمو الزيت الحرارة. شغلنا عداد السرعة لأن كان شغال الجير حق 400 اللي عليه، ركبنا له جير موديل جديد 2006، وركبنا له عداد إلكتروني حق موديل 91. وهذا مكيف شغال ما شاء الله ثلج، وهذا مكيف كان شغال على رقم 3، والخزان حق المكيف مثل ما انتم شايفين. وهذا التانك شغال جهة اليسار، الحين حولنا على جهة اليمين. شغلنا له بعد لمبة تشيك حق المكينة، إذا طلع عنده عطل في المكينة تشتغل مع اللمبة. الحين بنطفي السيارة، هذه اشتغلت اللمبة مثل ما انتم شايفين. إذا طلع فيها مشكلة مكينة في حساس خربان شيء تشتغل مع اللمبة حق التشييك المكينة. شوف الحين بنفتح مرة ثانية شغالة. سمعت صفات شكمان نزل صوت المكينة لأن طفيناه، شغال فيها الجيك حق الصباح. والحين نبي نسمعكم فقرة عطى يا ماجد. شهر كامل من تاريخ تسجيل الفاتورة، والتجريس والكهرب ضمان سنة كاملة. موقعنا حفرة باطن كراج النجاح. واذكر الله يا الربع، ومقطع لجازلك هذا دائم ذكر الله على لسانك. والله يوفقك يا رائد.